أهلا وسهلا بحلقة جديدة على كريست نتورك. موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع هو عن سعر صرف الدولار. لنوقف على آخر المستجدات بهذا الملف. ضيفتنا الخبيرة بالنقد والمال الدكتورة ليال منصور. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا بونجور دكتور. يعني نحن لاحظنا من الأسبوع الماضي كان هناك ارتفاع لسعر صرف الدولار تجاوز 5000، فاتخذ قرار لضبطه وتنزيله دون 4000 من خلال المبلغ بقيمة الدولار المتواجد بمصرف لبنان. هل فعلا حينزل سعر صرف الدولار؟ هلأ فينا نقول صرنا يومين على أساس أخذنا هيدول الإجراءات. هل فعلا وطي سعر الدولار؟ هل فعلا كان في أكسس للدولارات؟ هل فعلا حدا شرى الدولار بسعر واطي؟ يعني حسب ما شفنا المشاهد ما شفنا هيدا الشيء، كانوا الصرافين ما عندهم دولار والسوق السوداء اشتغلت رجعت. مظبوط، لانه لحد هلا كل مشكله سعر الصرف الدولار عم نشوفه كعوارض. يعني نحن عم نطلع بالمشكله مش كانه مشكله، ما عم نحاول نعالجه من جوا من اساسه، عم نطلع فيه كعوارض وعم نحاول نحن نعمل ردات فعل مع العوارض، وهذا كله ما بيحل المشكله. المشكله الاساسيه هو حاجه اللبناني للدولار، لكميات الدولار قديش بحاجة. فيا إما بدنا نعالج المشكلة من جواته، إنه مثلا بدنا نخلي اللبناني ما يكون بحاجة لهالدولار من خلال ثقة، it's too late إنه هلأ نقدر نشتغل على هيدا الشيء، أو بدنا نخلي نعالج المشكلة من الأساس إنه يكون في كمية دولار كفاية لتلبي حاجات اللبناني. أما أي إجراء تاني، كل شيء عم بيطلع مثلا تعميم، كل شيء بيطلع قرارات، كل شيء بيطلع كل يوم بيطلعوا قرارات. أنا من قبل ما أعرف التطبيق كنت أقول هذا ما رح يؤدي لأنه السعر يوطى. يعني دكتور نحن فينا نقول كل القرارات اللي عم تتخذ أو اللي اتخذت، حتى الدولار الأمني، حتى المنصة اللي حكيوا أنه بدهم يصير في إنشاء إلها، هي ما حيكون في إلها جدوى أو تساهم بخفض سعر صرف الدولار. اكيد، لانه هيدا ما بيحل المشكل من اساسه. هيدا عم بيحاول يتعامل مع الوضع الحالي. ممكن هي نوع من الاثبات حسن النيه انه عم نحاول نشتغل، عم نحاول نحن نضبط شوي الهلع. يعني يمكن كمان كل ما بيصير تصريح من قبل مصرف المركزي او من قبل لجنه المصارف، يمكن كل ما بيصير تصريح ممكن شوي يهدي المواطن اللبناني، بيروق اعصابه شوي انه نحن مش ناسينكم، نحن عم نشتغل لحتى نضبط هيدا السعر. بس اقتصاديا عم نحكي كبنيه اقتصاديه بسعر الصرف، هيدا كله ما بيعالج المشكل. المشكل جوا اكثر بكثير، يعني ديب المشكل هي بخص الحاجه للدولار، الطلب للدولار، والكميه يلي بتلبي هيدا الطلب. دكتور حضرتك عم تقولي لازم نعالج المشكلة من جذورها. اليوم هلا هيدي المشكلة علاج أو إحدى حلول نبلش؟ نعم في علاج. هلأ يمكن من لما صار في عنا هالمشكلة الاقتصادية وهالمشكلة النقدية بلبنان، يمكن عم نعمل فوكس أكتر بكتير على الودائع والمشكلة المصرفي والودائع، وكيف نحن بنقدر نخفف خسارة الدولة ونوزع الخسارة مثلا بطريقة فير على كبار مودعين، بدون ما نركز كتير على سياسة سعر الصرف في لبنان. وبينذكر بطريقة كتير بسيطة، يعني مر الكرام انه يلا منحرر عملة، بدون ما يعطوا قيمة انه هالجملة اسمه تحرير عملة عندها مخاطر كتير كارثية على البلد. مش بس مخاطر، يعني هي شيء لا ما بيتطبق على بلد مثل لبنان. لبنان بلد مدولر، لبنان بلد معدومة من الثقة، لبنان بلد من أكثر البلدان الفاسدة. فإنه نخلي عملة الليرة تنعطى قيمة حسب العرض والطلب ببلد هالقد ما في عليه كنترول بأي طريقة، يعني سعر الليرة ما حيكون له ولا ليميت. يعني إذا جيت قلتي لي ممكن يصير 10000 بقول لك ممكن، إذا قلتي لي ممكن يصير 100 بقول لك ممكن. نعم. عرفتي لأي درجة؟ أوكي. يعني لازم نحدد، لأنه نحن ماشيين على نظام الدولار، لازم نحدد سعر صرف للدولار لأنه نحن بحاجة كبيرة لإله. بدنا نغير له، مظبوط، بدنا نغير له منظومة سعر الصرف. يعني هو الاكسشينج ريت ريجيم، الريجيم الاكسشينج ريت بدنا نغيره في كذا يعني ريجيمز مختلفين، وبدنا نشوف اي الاكسشينج ريت ريجيم المناسب للبنان. هلا انا ما بدي فينا ناخذ امثله اي مناسب للبنان اكثر؟
هلا انا لانه ما كنت بدي احرق السربريز، انا بصراحه مقترحين يعني خطه اكسشينج ريت ريجيم اللي هو مناسب للبنان، هو مناسب لبلد مدولر، لبلد معدومه من الثقه، طالع من ازمه اقتصاديه وما بيقدر انه ما بيقدر يبني ثقه بسياسه اسمها سوف، يعني سوف اعمل وسوف اعمل اصلاحات وسوف وسوف، يعني لما بنوصل لهالمرحله كلمه سوف ما بتبني ثقه. ففي اكسشينج ريت ريجيم، في سياسه نقديه ممكن تخلق بلحظتها الثقه للبنان اذا لبنان طبقتها. وهيدا بصراحه انا يعني خليتيني شوي اسبق الامور، يعني احنا مقترحينه وتبنيته النائب بولا يعقوبيون، وان شاء الله عندنا في مؤتمر صحفي نهار الجمعه الساعه 12 ونص مع اقتراح قانون. فهيدا الانسب للبنان وكل الدول اللي كانت كتير متازمه اقتصاديا مثل لبنان واسوأ من لبنان، كان عندها نتائج كتير ايجابيه. لكن ان شاء الله بيطبق، يؤخذ هيدا القانون، مشروع القانون، وبصير قانون ويطبق لنقدر ننقذ هيدا البلد من الازمه اللي عم بيعانوها. اليوم بدي اوقف على نقطه، انه اليوم بنلاقي سعر صرف الدولار الصبح واطي وبعد الظهر او المساء كثير عم يطلع، يعني عم يوصل 5 6000. اليوم شو الاسباب لهيدا الشيء؟ هلا بالنهايه هالفرق بين السعر الصبح اول ما يفتح السوق او العشيه هي بتكون على كثره يمكن الطلب، يعني هي كثره الاجر، يمكن هلا بوقت الحجر ما عم يكون نحن عندنا سوق منظم الصبح عم بيفتحوا المحلات مثل ما لازم او فيها الطلب اليومي، فهذا يعني بيخلق الخلل شوي. وكمان عشيه بدنا نذكر انه اكثر المصارف بتسكر، فلما بيكون في صرافين بتسكر، فلما بيكون في عندنا صرافين اقل فاتحه فاكيد بده يكون في زياده طلب نسبيا، فعشان هيك نسبيا عم بيفرق شوي المارج بين الصبح وبين عشيه. دكتور ليال، يعني نحن عرفنا انه ضخ الدولار حيكون من خلال ما تبقى بالاحتياطي بالدولار بمصرف لبنان، وهذا كان مخصص للطحين وللمواد الاساسيه. اليوم شو تبعات هيدا الموضوع اذا نحن ضخينا من ما تبقى من اخر شيء يعني عنا اياه؟ هلا انا هون بسال حالي، هل انا فعلا بدي صدق كلمه اللي عم بينقال؟ يعني انا اذا بدي دائما صدق فعلا عم بينقال، ما نحن كنا من 3 اشهر عم نقول انه لبنان بده يتخلف عن دفع المليار و200 مليون لانه ما عنده هن، لانه كل اللي عنده هن هالثلاثه او اربعه، سوري مش قلت مليون، هو مليار و200 مليون، لانه ما معه يمكن هالاربع او خمسه مليار لا يقدر يشتري قمح ومستلزمات طبيه. طيب منين نحن اعلنا من كم شهر انه ما في عنا الا هالكم مليار، ومنين نحن عم نطلب اليوم من البنك المركزي انه يضخ هالدولارات اللي موجودين عنده؟ يعني صار في عنا تو فيرجنز، ما عدنا نعرف فعلا هل البنك المركزي مخبى كم مليار بس ما عم بيعلن عنه، لانه يعني بغض النظر اذا موافقين او لا، هن عالم جوات السياسيين بالحكومه عم بتقول انه عم بيتم تهريب دولارات. هيدا النقطه اللي بدي انتقل لها، يعني تفضلي تكملي دكتور. ايه، فممكن يكون انه ممكن، يعني انا ما بقدر، انا لما بشوف اثنين فيرجنز او نوعا ما حكي عم بيتعارض، فانا بتساءل هل في دولارات ببنك المركزي وما عم بيعلن عنهم كرمال شوي يحد من كميه التهريب الاموال، ولا فعلا ما عنده؟ هون ساعتها عم نتقرب كثير لل مثل ما بيقولوا الجياع، يعني المجاعه ساعتها. دكتور حضرتك طبقتيني وذكرتي عن تهريب الأموال أو تهريب الدولار، يعني بأواخر هذاك الأسبوع صار عنا كتير تداول وصار انتفاضة أو ثورة، رجعت العالم نزلت على الشارع قصة تهريب الدولار لسوريا. اليوم تقنيا هل الدولار يهرب كاش أو بيكون عبر البضائع؟ هلا تقنيا يعني اكيد اللي عندهم خبره بالتهريب هن اللي بيعرفوا باي طريقه بيتهربوا، يعني اكيد مش رح يعجزوا. نحن انا ما بقدر اقول لك غير شو بحضر بالافلام، يعني ممكن بجوبه البضاعه، بالسياره، بالفرش، يعني بهالطريقه التقنيه. بس انا بقدر حلل، واكيد صار الكل معه خبر، انه ارتفاع سعر الدولار بسوق، ارتفاع سعر الدولار بسوق سوريا او بلبنان، يعني عم بيعلوا مع بعضهم، او بيرتاح شوي كمان
الاثنين مع بعضهم، اذا ما جيت قلت انه يمكن نزل بالويك اند او بيرتاحوا شوي قبل ما يرجع يعلى مره ثانيه، فكانه عندهم كورليشن كثير عاليه بيناتهم، يلي بيخلينا نشك اكثر واكثر انه عم بيتم تهريب على سوريا من عبر الحدود الغير شرعيه. وبعد في شيء كمان انه بنلاحظ على طول سعر الدولار عم بيرتفع بشتوره وبالبقاع، يعني بالمناطق اللي حد الحدود السوريه قبل الصرافين ببيروت او بغير مناطق. هيدا بدل انه عم بيكون في طلب من سوريا عم بيوصل اول شيء على منطقه البقاع قبل ما هيدا الطلب يتوزع على كل مناطق اللبنانيه. نعم، هيدا بياثر اكيد على لبنان، يعني شو ممكن يكون له تاثير على لبنان بظل انه لبنان كثير عم بيعاني من هيدي الصعوبه انه يقدر يامن بظل رواتب ما بقى تقدر تعمل شيء يامن الاشياء الاساسيه. طبعا انه عنده كتير تاثير على مرحلتين فينا نقيس هذا التاثير. اول شيء نسبيا نحن هلا نحن بلد افلس، بلد عنده ازمه اقتصاديه كتير كبيره، يعني كل دولار فينا نقول الى قيمتها، مش مثل لما بيكون مثلا بلد كتير غني فهالكم دولارات ما بنحس فيهم. والاهم من هيدا الشيء انه التهريب اللي عم بيتم هن بضاعه مدعومه من البنك المركزي، مدعومه للتجار على سعر 1500، عم يدفعهم حق 1500 علما انه حق الدولار بالسوق 3 لـ4 مرات زياده. يعني مش بس لبنان افلس ومش بس لبنان عنده ازمه اقتصاديه، كمان عم بيدفع حق هالبضائع، يعني عم بيخسر فيهم 3 لـ4 مرات لحتى يتهربوا برا. يعني بدنا نشوف نحن كبر هالخساره كمان بالازمه اللي نحن فيها حاليا. دكتور بدي اختم معك بسؤال هو الكل ناطرينه والكل عم يسأل ويطرح عنه، قانون قيصر بهي خلال هذا الاسبوع حيبلش يطبق مفاعيله على سوريا، هل سيكون له تأثير على لبنان وليش؟ بالنسبة لقانون قيصر، هلا أنا رح أحكي وجهة نظر اقتصادي، أنا بظن إنه أكيد يمكن وجهة النظر السياسي يمكن يعارضني كليا، هلا بالاقتصاديا صحيح إنه قانون قيصر عنده يعني بيعاقب البلدين يلي بدها تدعم النظام السوري، وذكر روسيا وذكر إيران، صحيح إنه ما ذكر دغري لبنان، ولكن ما فينا ننسى إنه الأسبوع الماضي كان في مشروع قانون من الكونغرس الأمريكاني وذكروا لبنان انه ممكن يكون بين لائحة البلدان اللي عليها عقوبات، هي معناته العيون مفتحة على لبنان كتير. فاقتصاديا مش لمصلحة لبنان ابدا انه يتعارض او مثلا انه ما يحترم قانون قيصر، لانه لبنان بحاجة لمصاري، لانه لبنان بأزمة اقتصادية، ولانه امريكا عندها الفيتو بالاي ام اف، البلد الوحيد اللي عنده الفيتو بالاي ام اف، فمش لمصلحته انه يعادي امريكا اقتصاديا. وبدنا نطلع شوي لورا انه ما في بلد قدر يعادي امريكا اقتصاديا لو قد ما كان كبير. روسيا لما عاد، يعني روسيا لما عمل حرب مع اوكرانيا وامريكا عملت مثل عقوبات اقتصاديه يعني دمرتها اقتصاديا، وسنه الماضيه الصين، نعم. السنة الماضية الصين لما صار فيه شوية حساسيات اقتصادية ونكيات فينا نقول مع التجارة بين بعضهم، ما قدرت الصين إلا ما آخر شيء استسلمت، هذا الخبرية قبل كورونا بشوي. لهون نوصل لختام حلقتنا، على أمل مشروع القانون والبشارة الحلوة اللي عرفناها من حضرتك دكتور ليال أنه توصل لخواتمها. شكرا لكل متابعينا على كريست نتورك، ندعيكم لتتابعوا الحلقة على قناتنا على يوتيوب وعلى الموقع، نلقاكم بحلقة جديدة. شكرا كثير دكتور ليال منصور الخبيرة بالنقد والمال.